السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم محمد زيدان في حلقة جديدة من حلقات كورة سبورت. زي ما تعودتم حلقاتنا فيها كل الحلقات اللي تخص النادي الأهلي ورد على كل المرتزقة اللي بيهاجموا النادي الأهلي. لكن في البداية ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. مباراة النادي الأهلي أمام البنك الأهلي بعد التحفظات ويعني القرارات أو بعض أخطاء موسيماني. رقم واحد، ليه الدفع بوليد سليمان كمهاجم وكمان وليد كان مصاب؟ رقم اثنين، مستغرب تعديلات موسيماني. رقم ثلاثة، مسلسل إهدار الفرص السهلة مستمر. رقم أربعة، تثبيت الرباعي الهجومي، نفسنا نشوف الرباعي الهجومي ثابت. رقم خمسة، طاهر البدايات فين؟ رقم ستة، أيمن أشرف نجم اللقاء. رقم سبعة، الحكم سيء للغاية. رقم تمانية، البنك الأهلي زي الداخلية بالظبط، فريق يعني مقرف جدا وغير ممتع كرويا. طيب بالنسبة لموسيماني، اللي انت بتعمله ده عك ملوش مصلحة غير او ملوش مصطلح غير العك، ولا في جملة ولا في رتم سريع ولا في اي حاجة تخلينا طالعين فرحانين من الماتش. اعتمادك على الشوط الثاني لما الفريق اللي قدامك بيقع بدنيا دي مصيبة يا كابتن موسيماني. كهربا ايه اللي بيلعب سترايكر؟ ووليد مين اللي بيلعب راس حربة؟ طبعا مع الاحترام لامكانياتهم طبعا، ولكن بتكلم على المباراة اليوم. كل دي مصايب تودي في داهية. طبعا التشكيل اللي حضرتك بدأت بيه، ملعب ضيق والفريق قافل عليك كل الطرق، وانت بكل بساطة مسلم لهم كهربا ووليد سليمان تسليم اهالي. محمد هاني لسه راجع من إصابة، وأكرم الماتش اللي فات بسم الله ما شاء الله عمل جيم كويس جدا واتنين أسيست غير تحركاته وأداؤه في المباراة. أي العبرة أو إيه العبرة في إنك تنزل محمد هاني في ماتش زي ده وفي أجواء مهببة بستين هباب، عاوز ترجعه تاني للفورمة يبقى وإنت كسبان تنزله آخر عشر دقايق وتديله حساسية المباريات من تاني. محمد شريف عمل ماتشات كويسة جدا، ما ينفعش نقعده على الدكة ثلاث أربع مباريات. ليه بواليا؟ عمالين نشتري في مهاجمين عشان تحط لي كهربا وليد؟ يا فرحتي، بالنسبه لي اللي كان نازل يتعادل النهارده مش محمد يوسف، كان موسيماني بسبب التشكيل اللي نزل بيه. طبعا ده انتقاد لموسيماني. كان عندنا اول النهارده شفنا البنك الاهلي فرقه لسه صاعده اول سنه دوري وبتلعب بطل افريقيا. اي مدرب هيقول لك يا رب اطلع باقل الخسائر او اعمل مفاجاه واخلي الناس تتكلم عني؟ طبعا مش هتكلم كتير، طبعا حضراتكم شفتم المباراه وشفتم يعني اللي موسيماني عمله مثلا، ومحمد هاني موسيماني طلعه عشان العرضيات مش مظبوطه، حط مكانه حسين الشحات اللي كان بيرفع كور في المدرجات. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا في المباريات القادمه. بالنسبه للتحكيم، وجهه نظر شخصيه، حكم مباراه البنك الاهلي والنادي الاهلي وحكم الفار ارتكب خطأين فادحين. رقم واحد، هدف سليم 100% للنادي الاهلي احرزه ايمن اشرف من ارتقاء طبيعي على كره عاليه. رقم اثنين، عدم احتساب ركله جزاء صحيحه للاهلي بعد تعمد مدافع البنك الاهلي ايقاف الكره بايده من داخل منطقه الجزاء في الوقت اللي احتسب الحكم نفسه الكره لمست يد على قفشه اللي الكره ما جاتش في ايد قفشه نهائيا. طيب رقم واحد، كان واجب على كابتن احمد الشناوي الاعتذار عن تحليل مباراة اليوم. لا تحملوه ما فوق طاقة البشر، الشناوي اب قبل ما يبقى محلل. طبعا اللي كان على الفار النهاردة هو ابن كابتن احمد الشناوي، طبعا الراجل مش هيهاجم ابنه في مباراة طبعا زي النادي الاهلي. احمد حسام ميدو طبعا فرحان وطالع يقول كابتن الشناوي اخيرا اخد حبوب الشجاعة، طبعا بيتهمه ان هو كان بيجامل نادي الاهلي في كل تصريحاته، وبيقول ايضا يا جماعة الكرة فاول ما فيهاش كلام، قرار صحيح من الفار وحكم المباراة بيلغاء هدف النادي الاهلي، ما فيش حاجة في الكرة بالعافية. كنا بنتمنى ميدو برضو كان يطلع يتكلم كده في بعض اخطاء نادي الزمالك والاخطاء اللي بنشوفها في الدوري المصري. اتحاد العار بقى دي مشكلة تانية خالص، بيعملوا قرف وبيعملوا عك. يعني فرقتين من القاهرة، نادي الاهلي في القاهرة والبنك الاهلي في القاهرة، وكل الاستادات فاضية، بتروسبورت فاضي، السلام فاضي، كل الحربية فاضي، اي فريق يعني اي ملعب عامة في القاهرة فاضي. لا، اتحاد الكرة يرهق النادي الاهلي وارضى ايضا يرهق البنك الاهلي، ولا سيما ان البنك الاهلي مش فارق معاه. المهم يرهقهم ويوديهم في وسط الامطار والنوة والعواصف، يوديهم اسكندرية عشان يبقى في عك
طبعا انا ما بحملش المباراه للملعب وبتاع، وما شفناش الملعب بصراحه سيء، ولكن الامطار والارهاق اللعيبه ليه ما اعرفش. نخش بقى على خالد الغندور، وبيهاجم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، وبيطلب بقرار اقالته عفوا ايقافه بداعي التعدي على الحكم، وبيقول اين لجنه الانضباط وقراراتها. كلام جميل والله لما نشوف خالد بندق بيتكلم على التعديات. طب رقم واحد، لو هتتكلم على لجنة الانضباط، ففين عقوبة إمام عاشور في مباراة اف سي مصر في الكاس لما تف على لاعب اف سي مصر؟ شفناش أي عقوبة عليه خالص. فما تتكلمش على عقوبات وانت أصلا مدين انت والنادي بتاعك. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على لجنة الحكام. كابتن سيد عبد الحفيظ بيحط سؤال وبيقول كم حكم دولي أدار مباراة للنادي الأهلي في 7 جولات في الدوري؟ وبيسأل كابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، وقال إن النادي الأهلي طبعا بطل الدوري 42 مرة وبطل إفريقيا والأكثر شعبية في الوطن العربي وإفريقيا، وشعبية النادي الأهلي وصلت العالمية، لكن الراجل عايز يعرف لماذا لا يدير مباريات الفريق حكام أصحاب الشارة الدولية. وقال إن من أصل 7 مباريات الدوري في النادي الأهلي حكموا لهم 2 فقط دوليين. وقال أيضا الهدف الذي لم يحتسب لأيمن أشرف في اللعبة ذاتها مدافع البنك الأهلي لم يحاول القفز للوصول إلى الكرة. فعلا اللاعب البنك الأهلي الراجل ما يعني ما نطش للكرة. طيب سؤال لحضراتكم، لو الكرة دي في نص الملعب كان إيه اللي هيتم؟ كان هيبقى فاول عكسي على لاعب البنك لعدم القفز على الكرة، الراجل مثلا وطى عشان لعيب النادي الاهلي يقع، الكلام ده لو في نص الملعب، ولكن هو الفاول اللي في نص الملعب هو الخطأ اللي في المنطقة، ولكن هنا الكلب مكيالين، الراجل اصلا كان قريب من الكرة زي ما حضراتكم شفتوها وحسبها هدف، ولكن بعد ما حكم الفار طبعا الشناوي الصغير ما اتكلم معاه قال له لا مش هدف. المهم كابتن سيد عبد الحفيظ استشهد بلعبة مشابهة لهدف الزمالك في الرجاء المغربي لما اشرف بن شرقي حط الهدف، وطبعا قال لك ده هدف صحيح 100%، فنفس الامر هو يعني نفس الهدف. وقال في الموسم الماضي نفس الملعب الزمالك فاز على الحرس، وكان هناك لعبه مماثله للونش، والفيديو اقر بصحه الهدف ولم يحتسب خطا على الونش طبعا زي ما حضراتكم شايفين. واستمر طيب كابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته، قال ياسر عبد الرؤوف محلل التحكيم في قناه الزمالك هيقول ان هدف الاهلي في البنك الاهلي صحيح 100%. طبعا كابتن ياسر عبد الرؤوف مش هيقول كده طبعا خالص، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ يعني بيقول ان اي حد هيحسبها. طيب نقل مباراه الزمالك واسوان لملعب بترو سبورت لعدم انتهاء الصيانه بملعب اسوان حتى هذه اللحظه. الخبر ده كان امبارح، ولكن الصور اللي قدام حضراتكم دي النهارده يعني بسبب ننوس عين امه نادي الزمالك، الصور دي في الملعب النهارده بعد جاهزيه ملعب اسوان، والناس طلعت قالت ان احنا ما عندناش اي مشكله خالص نلعب على الملعب. النادي الاهلي هيستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهه المقاولون العرب الخميس المقبل باذن الله في 5 مساء. يعني النهارده ما كانش فيه اخبار كتير، ولكن الواحد متضايق جدا جدا من اللقاء، ومتضايق من فريق زي طبعا كابتن محمد يوسف بالنسبه له ده حقق اللي هو عايزه، مفيش اي مشكله، وانا اصلا ماليش تحفظ على كابتن محمد يوسف، الراجل بيعمل اداء لصالح فرقته. اي نعم احنا كجمهور كوره ما بنحبش الاداء الخنيق، ما بنحبش المدرب اللي بيبقى بيموت الماتش بيموت الكلام ده، ولكن هو الراجل شاف ان النقطه من النادي الاهلي طبعا نقطه ثمينه وما ينفعش يفرط فيها. ايضا موسيماني لما في المؤتمر الصحفي الراجل طلع قال بالنسبه لوليد سليمان، انا وليد سليمان الراجل احرز 2 في اخر مباراه، ولكن بختلف مع حضرتك كابتن موسيماني، مش مقياس ان الراجل حط 2 فلعبه اساسي، كلنا عارفين ان كابتن وليد يعني كتر خيره طبعا، فبينزل يلعب تلت ساعه ربع ساعه الشوط الثاني، مش اللي هو يلعب مباراه كامله مثلا زي طاهر محمد طاهر او كهربا او الشحات. بتمنى ما كنتش طولت لحضراتكم، لو طولت بعتذر، شكرا لحضراتكم جمهور الكرة المصرية بشكل عام، جمهور كرة سبورت بشكل خاص، إن شاء الله لو في العمر بقية نتقابل بإذن الله في فيديوهات جديدة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.